الأهلي وأحزنت كل جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وأسرة علي معلول شخصيا، وأحزنت علي معلول شخصيا. لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة هنبدأ بيها فيديوهاتنا النهاردة هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الحلقة كده أتمنى من كل مشاهديني وكل متابعيني ندعي لعلي معلول بالشفاء العاجل في التعليقات، وندعي من ربنا إن هو يرجع سالم غانم في أسرع وقت ممكن للملاعب. علي معلول نجم النادي الأهلي، وأنا في رأيي وأنا قلت الكلام ده قبل كده إن علي معلول مش مجرد لاعب في النادي الأهلي، علي معلول هو أهم محترف أجنبي جه في تاريخ مصر على ضوء المسيرة. مش بكلمك بس على أداء علي معلول الفردي ولا أداءه الجماعي ولا مساهمته في إحراز بطولات للنادي الأهلي وتمريراته الحاسمة وأهدافه الحاسمة، لأ علشان الأداء الفردي. ممكن تقول لي فلان أحسن من علي معلول، أتفق معاك تماما، لكن في إخلاص علي معلول للنادي الأهلي أعتقد صعب. بكلمك على المسيرة الطويلة جدا، 9 سنوات مع النادي الأهلي. علي معلول قضى مع النادي الأهلي أجمل 9 سنوات في حياته، في حياته بيكسر كل الأرقام القياسية، بيكسر الدنيا. مستوى علي معلول دايما ثابت، مستواه دايما موجود، علي معلول دايما حاضر في المباريات الكبيرة. علي معلول كان مؤثر جدا في معظم أهداف وبطولات النادي الأهلي اللي خدها طول الفترة اللي كان متواجد فيها علي معلول داخل النادي الأهلي. علي معلول أقول لك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الحيادية، هو هدية تونس للمصريين وللنادي الأهلي. زي ما بقول لحضرتك كده، علي معلول كان بمثابة هدية من الصفاقس التونسي للنادي الأهلي وللمصريين. دائما وأبدا علي معلول هو أعظم من أنجبت الكرة التونسية. علي معلول النهاردة للأسف الشديد والخبر المحزن لكل جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، تأكد إصابته رسميا بقطع في وتر أكيلس، عفوا قطع جزئي في وتر أكيلس بعد إصابته في مباراة الترجي التونسي في تونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. علي معلول بإذن الله هيعمل عملية جراحية في أسرع وقت ممكن، وبحسب الكلام اللي صرح به الدكتور أحمد جبلة طبيب النادي الأهلي. إن شاء الله حضرات العملية هتتم في أسرع وقت، وقد في أسرع وقت، ويكون إن شاء الله بإذن الرحمن تكون النتيجة كمان بالنسبة لفترة الغياب بتاعة علي معلول تكون بسيطة. هنتأكد من العملية سواء كانت الإصابة طويلة أو إن شاء الله بإذن الله ما تطولش كتير. طيب قبل ما أخش وأتكلم مع حضراتكم في الحلقة دي على طول، كنت داخل أطلب طلب من إدارة النادي الأهلي. أكلمكم بصراحة بجد أنا حزين على إصابة علي معلول. قبل ما أخش على الهوى وقبل ما أسجل الفيديو ده، لما جالي الخبر بتاع إصابة علي معلول بوتر أكيلس قلت أنا هخش على الهوى، هخش النهاردة على الهوى وأطلب طلب من إدارة النادي الأهلي إن هي تجدد لعلي معلول. الرجل ده قد إيه كان مخلص للنادي الأهلي. على فكرة علي معلول عقده بيخلص مع النادي الأهلي بنهاية الموسم، وكان في مفاوضات بين الطرفين، والأهلي كان مأجل المفاوضات دي لحد نهاية الموسم أو لحد النهائي الإفريقي ولقاء العودة بين الأهلي والترجي السبت القادم. وكان علي معلول عايز رقم معين،
عايز مبلغ معين في تجديد عقده، والأهلي كمان عايز يدفع رقم معين. المفاوضات الطبيعية المنطقية ما بين أي نادي وأي لاعب في العالم. وقعدت أفكر، حقيقي قعدت أفكر، هو بعد إصابته بوتر أكيلس، هل بعد إصابة علي معلول بوتر أكيلس إصابة ممكن تطول؟ يعني بتتكلم من 7 لـ8 شهور، ممكن توصل لسنة. يعني مش هنشوف علي معلول غير إن شاء الله إن شاء الله مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025. يعني هنعرف ساعتها من طبيب النادي الأهلي بعد العملية، على طول بعد ما يجري العملية إن شاء الله هنعرف مدة غياب علي معلول. وبالتالي النادي الأهلي مش يعني الأهلي ده مش الأهلي وخلاص، لأ، عقد علي معلول بيخلص، أنا هجدد له. الراجل عنده إصابة، كان ممكن النادي الأهلي يقول لي ما هو كده كده خلاص انصاب وكده كده عقده بيخلص، إيه يعني ما خلاص يمشي علي معلول ونجدد الإصابة دي. طيب علي معلول كان عنده عروض، الحقيقة حضرات كان عنده عروض وعروض كبيرة جدا. الآن علي معلول مش هيبقى عنده عروض، الحقيقة خلاص الراجل عنده وتر أكيلس، يعني هيقعد زي ما بقول لحضرتك ما يقرب من السنة ما بيلعبش كورة. فطبيعي ما فيش أي نادي هيفكر إن هو يتفاوض مع علي معلول، خلاص ما فيش نادي هيفكر يشتريه. فقلت أخش أنصح النادي الأهلي، أو مش أنصح عفوا، أخش أطلب طلب من إدارة النادي الأهلي ومن الكابتن محمود الخطيب ان هما يجددوا لعلي معلول، علشان تاريخه العظيم ده، تاريخه الكبير ده. فقبل ما اخش على الهوا جالي الخبر ده، اسمع وتمزج وشوف مدى حب وعظمة وجمال وروعة النادي الاهلي. شوف الجمال وشوف أول القرارات اللي تم اتخاذها في مجلس إدارة النادي الأهلي. أول حاجة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب رسميا من طبيب النادي الأهلي أن يتم علاج وإجراء عملية في أسرع وقت لعلي معلول في أي مكان في العالم، سواء في مصر أو خارج مصر، والتكفل الكامل والتام بمصاريف علي معلول، والتكفل بمصاريف علاجه حتى لو بعد نهاية عقده، حتى علي معلول لو ما جددش تاني للنادي الأهلي، وحتى لو مش هيستمر للنادي الأهلي، النادي الأهلي هيستمر في علاج علي معلول من هذه الإصابة في أي مكان في العالم، وفي أي نادي علي معلول هيقرر يروحه، تمام؟ الأهلي هيتكفل بإصابته. النادي الأهلي ينوي، والنية لله، ما بعد مباراة الترجي القادمة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التجديد لعلي معلول، هيوصلوا لحلول وسط في المقابل المالي وهيتم التجديد لعلي معلول. لمعلوماتكم بس، خلافات بالنسبة، مش الخلافات أو المناقشة اللي كانت ما بين الأهلي وعلي معلول بالنسبة للراتب اللي هياخده في العقد الجديد، كانت حاجات قريبة، وأتصور كده الأمور هتقرب أكتر على علي معلول. أكيد مش هيتمسك برقم معين هو كان عايزه، وأكيد النادي الأهلي مش هيسيب علي معلول بسبب التاريخ العظيم اللي عمله علي معلول مع النادي الأهلي. أنا بقول لك خبر مؤكد، النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب طلب من طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جبالله أنه يتم علاج علي معلول في أي مكان في العالم بحسب ما يوصى به الدكتور أحمد جبالله طبيب النادي الأهلي. وعرفنا كمان أن النادي الأهلي ينوي بعد مباراة الترجي التجديد لعلي معلول بغض النظر عن ما حدث وإصابته بوتر أكيلس العادي بتاع، هو ده حضرات العادي بتاع النادي الأهلي. المواقف العظيمة دي ما تطلعش غير من النادي الأهلي، ده العادي بتاع النادي الأهلي، وبالتأكيد مع لاعب عظيم يسمى علي معلول.
يا ريت حضرات قبل ما اختم الحلقة ندعي كلنا لعلي معلول بالشفاء العاجل. يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الأهلي. شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.